عما تبحث يا فيليكس؟ عنك، أود معرفتك بشكل أفضل. هذا صحيح، فأنت لا تعرفني جيداً، وإلا لما أعطيتني خاتماً مزيفاً. أين وضعت الخاتم الحقيقي الخاص بزوجتي؟ في مكان آمن. أينما كان، يجب عليك إعادته لي. ترى كيف تنوي إجباري بالاستعانة بقوتك يا شادو موث؟ أنا جابرييل أجراست، ومعي القوة اللازمة لإيجاد خاتم زوجتي والقوة لتدمير حياتك. أنا لا أحتاج شادو موث لهذا. كنت أعرف أنك لست عادياً، والآن تعرف أنني أستطيع أن أخفيك من هنا بنقرة من إصبعي هذا. أنت لن تجرؤ. أتريد المخاطرة يا فيليكس؟ فكر في أمك. فيليكس، أنا شادو موث. وضعت نفسك في موقف سيء بمحاولتك مواجهة من هو أقوى منك. يمكنني منحك قوة للهرب من جابرييل أجريست، ولا أريد سوى ميراكلس الدعسوقة والقط الأسود. هذا مستحيل، أنا لا أخطئ. كنت ترتدي الميراكلس، الجوهرتان تحت الوشاح، المشبكان. مشبكان؟ عما تتحدث بالضبط؟ أحقا تصدق أن جابرييل أجريست هو شادو موث؟ إنه غير مؤهل تماماً، ولا أنت أيضاً، فاقبل ما أمنحه لك. لا أخاف تهديداتك ولا أحتاج قوتك. عد هنا.